وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك دكتور. إذا تصريحات تبدو إيجابية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هدنة وليس وقف للحرب، إنما وقف مؤقت بالنسبة لغزة. كيف تقرأ هذه التصريحات بداية؟ بداية تحياتي لكم أستاذة ميمة ولمشاهدي شاشتكم الكريمة. ونتنياهو بالتأكيد يعود اليوم ليعلن أنه قد يقبل على هدنة في غزة، ولكن هذه الهدنة بالتأكيد يريدها مجانيا، وهو لا يجزم في ذلك، هو يقول قد يوافق، وهذا تحت طائلة الضغط الإسرائيلي الداخلي وبخاصة من ذوي الأسرى وأهليهم الذين باتوا يعودون إلى الضغط على نتنياهو والخروج إلى الاحتجاجات، خاصة بعد توقيع اتفاق لبنان وإنهاء الحرب في لبنان. فبالتالي هم الآن يطالبوا أن يقدم ذات الهدنة وذات التهدئة وذات الاتفاق في غزة لعودة أبنائهم، فيريد أن يمتص الشارع الإسرائيلي من جهة ويخفف عن الضغط الدولي الذي يمارس عليه منذ فترة طويلة، وبخاصة ما أسفرت عنه مؤخرا محكمة الجنايات الدولية وغير ذلك. لكن في حقيقة الأمر نتنياهو غير مأمون في هذه التصريحات، وهو لا يمكن أن يكون جدي في هذا التصريح، لأن واقع الأمر ما يطرحه على المائدة في كل جولة من الجولات يعود ليختلق اشتراطات جديدة ويجعل الطرف الآخر يرفض هذه الهدنة وهكذا دواليك ليخرج إلى الشارع الإسرائيلي، وكأنه يريد أن يستعيد الأسرى. فلا يمكن أن تتم هذه الهدنة ويتم هذا الاتفاق تحت طائلة استمرار الحرب الذي هو يؤكد عليها في هذا التصريح، فهو يريد أن يحدث هدنة مؤقتة أو تهدئة مؤقتة يستعيد فيها أسرى الذين واقع الأمر أيضا لا يهمه أمرهم، ولو كان الأمر كذلك لكان منذ فترة طويلة وقبل أن تتمدد الحرب طولا وعرضا في قطاع غزة على مدار أكثر من 400 يوم حتى راح ضحيتها العديد من الأسرى والرهائن في قطاع غزة. فهو لا يولي اهتمام للأسرى، لكن واقع الأمر أنه يريد أن يستميل الشارع الإسرائيلي وأن يحاول أن يطيل أمد الحرب تحت وقع أنه استطاع أن يسترد بعض الأسرى، وهي هدنة متدرجة في إطار المساعي التي تقوم فيها العديد من الدول لإعادة إحياء مسار هذه التهدئة، وبخاصة الرئيس بايدن الذي يضغط بهذا الاتجاه. لكن واضح أن نتنياهو لا يمكن أن يعطي هذه الهدية لبايدن قبل مجيء ترامب، ولذلك سيحاول شراء المزيد من الوقت والمراوغة التي باتت معهودة على نتنياهو طيلة فترة تلك الحرب، وهو يراوغ الداخل الإسرائيلي ويراوغ حتى الوسطاء ويراوغ المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف هذه الحرب التي طال مداها في غزة. نعم، ولكنه أيضا دكتور تجاوب مع جهود الوساطة المتعلقة بلبنان، وهي الآن الحرب قد توقفت حتى وإن كانت هناك بعض الخروقات. في حال ما إذا كان في هذه المرة صادقا، وبالطبع الرأي العام العالمي والساسة والجميع الأطراف المنخرطة في هذه العملية التفاوضية قد فقدت الثقة تماما في شخص بنيامين نتنياهو، ولكن إذا ما كان صادقا كيف ترى شكل هذه المفاوضات والنتائج التي من الممكن أن تفضي إليها؟ وشكل هذه المفاوضات سيكون باتجاه هدنة متدرجة مقابل بعض الأسرى ومقابل وقف إطلاق النار وإدخال بعض المساعدات إلى قطاع غزة، بما لا يوقف إطلاق النار ولا يوقف الحرب نهائيا. ولم يستطيع نتنياهو في هذه الفترة، ولا يمكن أن يقدم ورقة من شأنها أن يفاوض الكل بالكل، أي تبادل كل الأسرى مقابل إنهاء كل الملفات العالقة في قطاع غزة. فلا يمكن لنتنياهو أن يقدم على ما يمكنه إنهاء القتال والانسحاب من قطاع غزة، وهذا ما تضغط فيه أيضا الفلسطينيون ليرفضون هذا الأمر ويطالبوا بإنهاء الاحتلال وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر. ولكن نتنياهو يفرض وقائع جديدة على الأرض ويفكر في اليوم التالي، والهدنة بالنسبة لنتنياهو واتفاقات التهدئة هي ما يرمي إليه في اليوم التالي. ولذلك هذا يتطلب أيضا من الطرف الآخر في غزة ليقدم قراءة أخرى ويقدم
أو يقدم على التفاوض على نعم في هذه وقد المرة أبدت حركة حماس في هذا الصدد أيضا استعدادها نعم للنقاش والتفاوض والتعاطي مع نعم أي مفاوضات جديدة. هل في هذه الحالة إذا ما كانت حماس منفتحة في هذه المرة من الممكن أن تفوت الفرصة على بنيامين نتنياهو للتعلل والتحجج بها ككل مرة في جولات المفاوضات السابقة؟ يجب أن تفوت الفرصة حماس وأن تنزع هذه الذريعة من يد نتنياهو، لأن نتنياهو يضعها حجة بكل تأكيد ويصر على عدم بقائها وعلى عدم وجودها في الوقت الذي حماس تصر على ضمانات بالنسبة لها ولوجودها ولبقائها في إطار السيطرة في بأي شكل في قطاع غزة، أو الحفاظ على حياة كوادرها أو قياداتها وما وممتلكاتها وغير ذلك مما يرشح حول ما ترمي إليه أيضا حماس. لذلك حماس الآن أمام اختبار كبير، نعم يجب أن تلتقط هذه اللحظة ويجب أن تتعاطى مع تختنس الفرصة وبخاصة مع مصر التي منفكت أن تصل إلى هذا المستوى وأن تصل إلى تهدئة، ومصر نعم التي تريد أن تنزع فتيل هذه الحرب. يجب أن تستمع حماس إلى مصر وإلى الإطار الكل الفلسطيني، ويجب أن يعود الأمر إلى نعم الكيانية الوطنية الفلسطينية وإلى منظمة الفلسطينية، ويجب على حماس أن تعود إلى الإطار الوطني نعم الفلسطيني الجامع الذي يفضي إلى الضغط على إسرائيل دوليا وفي كل الاتجاهات من أجل وقف الحرب بشكل نهائي. نعم دكتور، وخاصة أن الوضع الإنساني في غزة قد فاق كل التصورات وكل العبارات التي من الممكن أن تصف مثل هذا المشهد العنيف البربري بكل ما تحمله الكلمة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القاهرة الدكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.